أخبارنا متواصلة وتتابعون معنا. لتأدية أول ركن أساسي في مشاعر الحج، حجاج بيت الله الحرام بصعيد عرفات بعد أقل من 24 ساعة. محافظ بنك الجزائر محمد الكساسي من واشنطن يدعو لمساعدة دول الربيع العربي لتجاوز مراحلها الانتقالية. على بعد أقل من 24 ساعة سيكون حجاج بيت الله الحرام بصعيد عرفات من أجل الوقوف بها وتأدية أول ركن أساسي في مشاعر الحج. البعض منهم سيلتحق يوم التروية المصادف للثامن من ذي الحجة بمخيمات منى، سيلتحقون هناك من أجل إحياء سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمبيت بها، ومن ثمة الالتحاق بصعيد عرفات في يوم التاسع من أجل الوقفة. أما حال الحجاج الجزائريين فهو عكس ذلك، لأن أعضاء مكتب شؤون حجاج الجزائر وكالعادة سينقلونهم صبيحة يوم التروية مباشرة إلى صعيد عرفات للمبيت بها إلى غاية صبيحة يوم التاسع. كان عندنا انشغال يعني كبير يعني تعالى. يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات يعني بمنى، ولكن يعني البعثة يعني تخلات علينا وقالت لك يعني ديتنا يعني الغدوه ان شاء الله يعني للعرفات. نطلب من الدوله تاعنا توفر لنا باش تدينا المينا على ندو العرفات، احنا سنيين ثاني، احنا الرسول عليه الصلاه والسلام ما يطبقوا السنه سيدي يدونا المينا. من جهته اكد وزير الشؤون الدينيه والاوقاف ابو عبد الله غلام الله ان المبيت في مينا ليس سنه مؤكده وفيها مشققه للحجاج او فيها مشقه للحجاج، حيث يجب توفير المبيت ووسائل النقل، ونظرا للازدحام الكبير يصعب على الحجاج الالتحاق في الوقت المناسب استعدادا لوقفة عرفات. المبيت بمنن هو سنة وليس سنة مؤكدة، ومن بعد فيه مشقة، فيه مشقة لأنه فيه تحمل بالنقل والمبيت ثم توفير وسائل النقل في الصباح والتوجه إلى عرفة، في هذا الازدحام الكبير يعني يصعب. أنا شفت الحجاج كاين الحجاج اللي ممكن يفوتهم الوقوف في عرفات لانه ما يوصلوش في الوقت، ولهذا احنا من مده طويله جدا من اكثر من 30 سنه ملي لجنه الحج الوطنيه لا تنظم الاقامه في مينا. دعا محافظ بنك الجزائر محمد الكساسي امس بواشنطن المجموعه الدوليه لتقديم دعم قوي لبلدان الربيع العربي التي تعيش مرحلة انتقالية أدت إلى تزعزع استقرارها. جاء تدخل الكساسي باسم مجموعة البلدان التي يمثلها وهي الجزائر، أفغانستان، غانا، إيران، المغرب، باكستان وتونس في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي، حيث لاحظ الكساسي أن تحقيق النمو القوي والمتنوع وتقليص نسبة البطالة يشكلان تحديين معتبرين، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بغية تعزيز الإنتاجية وقدرات النمو. مع تزايد عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر من سنة لأخرى، عرف نشاط صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرف نموا محسوسا مع بداية السنة الجارية، وارتفع العدد الإجمالي للمؤسسات التي استفادت من مرافقته إلى 993 مؤسسة، فيما فاق حجم الضمانات تقول التي منحها الصندوق من أجل تسييد مشاريع هذه المؤسسات فاق 25 مليار دينار جزائري. المزيد في تقرير ياسين باباسي. رافق صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ إنشائه في أبريل 2004 إلى غاية سبتمبر 2013، رافق 993 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عبر التراب الوطني من خلال منح ضمانات بقيمة تفوق 25 مليار دينار، وفقد كذلك التكلفة الإجمالية للمشاريع 89 مليار دينار، في حين قدرت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك بأزيد من 55 مليار دينار. وحسب إحصائيات الهيئة فإن منطقة الوسط تحتل الريادة من حيث عدد المشاريع ب 513 مشروعا، متبوعة بمنطقة الشرق ب 243 مشروعا، ثم منطقة الغرب ب 149 مشروعا، وأخيرا منطقة الجنوب 43 مشروعا.
وتشمل المشاريع المضمونة قطاعات عديدة، يحتل فيها قطاع الصناعة الصدارة ب 554 مشروعا وبقيمة ضمانات تفوق 16 مليار دينار واستحداث أزيد من 26 ألف منصب شغل. يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 250 مشروعا وأكثر من 5.16 مليار دينار كضمانات واستحداث أزيد من 10,000 منصب شغل. ثم قطاع الخدمات من خلال استفادته من 180 مشروعا وضمانات بقيمة 3.71 مليار دينار واستحداث أزيد من 4,000 منصب شغل. ورغم هذه الأرقام فإن ضمانات الصندوق تبقى بعيدة كل البعد عن عدد المؤسسات التي تشهد ارتفاعا من سنة لأخرى. شهدت محطة سيارات الأجرة الخروبة بالجزائر العاصمة نفور العديد من المسافرين بسبب الزيادة في التسعير غير المبررة، خاصة للمسافرين باتجاه الولايات الجنوبية. ورغم أن مثل هذه التصرفات تتكرر في كل مناسبة دينية، إلا أن غياب الرقابة ترك باب الفوضى والابتزاز يفرض نفسه. ورغ في الموضوع مع هشام شريف. مع اقتراب يوم عيد الأضحى المبارك وفي ظل غياب الرقابة وحاجة المواطنين، يستغل أصحاب سيارة الأجرة لما بين الولايات بمحطة الخروبة هذه الأوضاع لرفع تسعيرة الأجرة. نهار العيد يزيدوا تقريبا 80,000 ولا شحال في الدوام. اي حاجه باينه، الرقابه ما كانش. تنقص بلاصه يقول لهم سلكوها في بعضاكم، هما اللي يفرضوا رايهم عليهم. الشعب مسكين لازم يروح يعيد مع ميمته وكذا بالك. ومع هذه الفوضى يجبر المسافرون على دفع ثمن امتعتهم مهما كان وزنها، خاصه وان الكثير من المواطنين يفضلون قضاء عيد الاضحى المبارك مع ذويهم، لكن العراقيل تظهر مع كل مناسبه دينيه. ما كاش طاكسي يزيد هنا في البري، ما يكذب عليك، كاين لي كلونديستا صح يزيدوا في هذه المومون تاع المواسم يزيدوا. كاين اللي يزيدوا مش ديستيناسيون تاعهم، يقول لهم فوالا نديك ذيك البلاصه بصح تزيد 10,000 زيد 15,000، لو كليون يقبل ولا يرفض، لا يرفض وقعد الغدوه ويا ربي لا يمشي. هي مناسبة دينية يغتنم فيها الكثير من الانتهازيين حاجة المواطن البسيط ليبقى هو وحده يدفع ضريبة إهمال السلطات وفوضى تسيير القطاع. شهدت معظم قاعات الشاي اكتظاظا ملحوظا بمناصري المنتخب الوطني الجزائري الذين فضلوا مشاهدة المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني بنظيره البوركينابي، وذلك لما يجدونه من متعة في المشاهدة جماعيا. تقرير منال بن عامر. في أول مباراة للمنتخب الجزائري لتصفية كأس العالم 2014 مع المنتخب البوركينابي، شهدت وكالعادة معظم قاعات الشاي بالعاصمة اكتظاظا، وهذا لمتابعة اللقاء المنتظر. Généralement oui, tout le monde est satisfait, tous les événements sont réussis, alhamdulillah. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de monde que ça pour le prochain match inshallah. خلقت أحداث هذه المباراة المثيرة أجواء حماسية ومقلقة بالنسبة للمناصرين، ولكن هذا لم يمنحهم من الجلوس على أعصابهم منتظرين ما سيحققه المنتخب، ولم يخلو حادثه من التفاؤل الذي علقوه على الخط. Bien sûr, on est متفائلين. De toute façon, ça a donné un bon match pour la première mi-temps. La Galles a marqué un but à la dernière minute. C'est déjà mardi, et le retour, inchallah, ça sera plus facile pour nous. Mon Dieu, nous avons fait le retour, parce que c'est l'arbitre qui nous a fait. Zafan, Zafan, c'est pas le mot. Je suis vraiment Zafan, mais très bien. Après un pénalty arrêté, c'est magnifique. C'est un bon travail. C'est une erreur défensive. Je trouve marqué au rebond. Ma casse, joueur de ham marqué au rebond très dur. Les jeunes, on a deux choses. On a rien tout mal. On a dit bon, le match est dehors. On a rien tranquille parce que le contact, on n'a pas pu. C'est bon. Il faut avoir ce match, les gars. Bon courage à vous. La écouter comme ça là. ورغم النتيجة التي حققها المنتخب في هذه المباراة، يبقى المناصر الجزائري سواء تنقل إلى مكان المقابلة أو تابعها وراء الشاشة وفيا لمنتخبه الوطني، فحظ سعيد لكم يا محاربي الصحراء في المباراة القادمة. عائلة خمدة بابن مسوس بأعالي العاصمة هي الأخرى عاشت جوا مميزا بمناسبة مقابلة السد للفريق الجزائري مع نظيره البوركينابي، المباراة المؤهلة لمونديال البرازيل 2014. وكان الجو مميزا جدا خلال كامل مجريات اللقاء. أفراد عائلة خمدة أثنوا على أداء رفقاء سليمان القوي وكذا التحكيم السيء الذي منح ضربة جزاء خيالية للبوركينابيين. Thank you.
0 ان شاء الله كاليفي. بصح هاد البيناتي هادي اللي عطاها لهم فيها اللوش وخياليه كما يقولوا، فاهم كيفاش؟ لازم يعاودوا يشوفوا هاد الاربيت هذا يديروا له دراسه. نتيجه بزاف مليحه ان شاء الله، باسكو خصنا 1-0 برك ونتكاليفيو ان شاء الله. ملاح وادو صغار، عندنا جينيراسيون شابه هاديه. الاربيت هو اللي دارها بينا، ولازم يشوفوا خطره اخرى دي زاربيت واحد اخرين، دونك تبعوا لي زاربيت تاع لافريك والله ما ننجحوا. تساهم تربية الماشية بولاية أم البواقي في تنمية الإنتاج الحيواني، حيث باتت تشكل المصدر الرئيسي لمعيشة سكان المناطق الريفية، بينما تعاني في بعض الجهات المحرومة من مشاكل وعقبات تطرق لها رشيد مقدم في هذا التقرير، تابعه. تربية الماشية بمختلف مناطق ولاية أم البواقي تكتسي أهمية بالغة، خصوصا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها تشكل ركيزة التنمية الريفية بالجهات المحرومة. لكن على ما يبدو أن الثروة الغنمية بعديد أقاليم الولاية تعاني من وضع قائم بذاته، غلاء الأعلاف وارتفاع تكاليف الإنتاج جراء الظروف المناخية الصعبة التي يعرفها الموسم الفلاحي في بعض المناطق، بصرف النظر عن النقص الفادح في التزود بماء الشرب رغم عودة السكان المهجرين إلى مناطقهم المعزولة. احنا في العائلات كنا وقت صاحب، احنا جينا ساكنين لهنا، احنا عايشين في الميزيريه على جال الماء، كل يومين نشريو ساتيرنا بالماء 120,000 ما تكفيش. ومن جانب اخر يعاني مربو الماشيه من مشاكل عالقه اثرت سلبا على نشاطهم الرعوي، حيث اهتراء المسالك وغياب الكهرباء الريفيه مما يلقي بظلاله على جهود تربيه الماشيه. نطلبوا من السلطات يعاونونا يديروا لنا طريق شويه نقدروا نمشيو بها، باسكو هذه ما تصلحش من البنشا، ما تصلح لا الماتريال، ما تصلح لا الكاميو لا في الطوموبيل، مام الدراجه الناريه ما تصلحش. والتريسيتي ثاني هو ما نهضروش عليه، سيو بليغاتوار ما نقدروش نخدموا بلا شي تريسيتي. هذه مؤسسه تاعنا ما نخلوهاش تريب، حنا ما عندناش وراها نروحوا، كيخلوا على المؤسسه تاعنا تروح وراها نروحوا، ما نخليش انا الغلم تموت، لازمني نخدم حتى ما عليا نخدم. وفي غضون ذلك يناشد الموالون الجهات المعنية بضرورة استغلال أنماط الإنتاج واعتماد أساليب التحسين الوراثي بهدف تطوير مكننة تربية الماشية وتوفير المراعي. أخبارنا متواصلة وعلى مدار الساعة نلتقي بعد قليل.